يمكن اهم سؤال بتساله الفتره دي يا دكتور هو انا لو بدات دلوقتي هلحق ولا مش هلحق، طب اجل ولا انت شايف ان لسه في فرصه في السنه نعوض فيها؟ فاتاكد انك عامل لايك وسبسكرايب وحاول تشير الفيديو عشان يشوفه اكبر عدد من زمايلك، وافتكر ان الدال على الخير كفاعله، ويلا بينا على الفيديو. السؤال الاهم هو انا يا دكتور لو بدات دلوقتي هلحق ولا مش هلحق؟ وقبل ما اقول لك انك هتلحق ولا مش هتلحق لازم اكلمك عن قصه امتحان الهيستولوجي معانا. احنا بدانا يا شباب الترم الاول في سنه اولى وكان عندنا ماده صعبه جدا 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 اسمها ماده الهيستولوجي، فقلنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعرف نجيب درجه كويسه في امتحان الفاينل العملي او امتحان الفاينل النظري، ودخلنا امتحان فاينل العملي بتاع ماده الهيستولوجي دي وانا طالع منه قلت يا رب اعدي نص الدرجه. طبعا بعد كده عرفت ان في اربعه من الدفعه بس حلوا سؤال الميكروسكوب، وسؤال الميكروسكوب ده لوحده كان عليه 6 درجات، فتخيل ان في 4 من 400 واحد حلوا سؤال الميكروسكوب، يعني فتقريبا اغلب الدفعه بين 12 و13 من 20 وده الجامد فيهم يعني. طبعا دخلنا امتحان فاينل النظري واحنا حوالي 95% مننا مش مذاكر محاضرات. طبعا كان في فرصه كبيره جدا لان كان في عيد اخواتنا المسيحيين، فكان في 7 ايام قبل ماده الهيستولوجي. عايز اقول لك ان ال7 ايام دول اغلبنا ضيعهم مذاكره ال3 ايام اللي قبل الامتحان، وعايز اقول لك ان الناس اللي مذاكروا ال3 ايام اللي قبل الامتحان اللي هم ضيعوا ال4 ايام وضيعوا السنه كلها وذاكروا في ال3 ايام اللي قبل الامتحان وجابوا درجات وحشة في الفاينل العملي، الغريبة ان عرفت ان في ناس منهم جابوا امتياز في الهيستولوجي، يعني جايبين فوق 85%. فتخيل هو بليالي الامتحان اللي هو ال3 ايام شد على نفسه عرف يلم نفسه وجاب 85%. فتخيل انت بتاع الثانويه العامه اللي فاضل لك شهر ونص على ليالي الامتحان، يعني بقول لك ان في ناس بليالي الامتحان بتعرف تجيب 85%. فتخيل انت بادئ دروس من اول السنه بتذاكر حتى لو انت مش لم الدنيا وعليك تراكمات، فتخيل بقى انت فاضلك شهر ونص على ليالي الامتحان ولسه فاضلك ليالي الامتحان، ده يا ابني ده لوحدها كنز من الوقت. فسؤال انك هتلحق؟ هتلحق قطعا. يا دكتور انت مش عارف انا عايز اخش ايه؟ يا دكتور انا عايز اخش كليه الطب، ده 95% انت ما تعرفش. لا هتلحق وتعرف تجيب درجتها، لو مكتوب لك كده هتجيب درجتها. يا ادم يا دكتور انا هلحق، طب ما تلحقني كده وقول لي اعمل ايه؟ انا هقول لك نصيحتين تسيستم عليهم مخك الفتره الجايه. اهم نصيحه عندك ما تفكرش في القديم، يعني ما تفكرش في الاخفاقات اللي انت عملتها زمان، زمان انت قلت هتذاكر وما ذاكرتش، زمان انت قلت هتسيب الموبايل وما عرفتش، زمان انت قلت هتوفر وقت وما قدرتش. لا انت هتبدا بدايه جديده، انسان جديد، شغل جديد. انا ما بداتش قبل كده اصلا ثانويه عامه ولا عمري بدات مذاكره، انا ببدا بدايه جديده حاجه ما اعرفهاش. يا اخي يمكن تجرب وتعرف. تاني حاجه عندك ما تندمش على القديم، يعني انت وانت بتذاكر وبتلم المنهج ما تقولش والله انا لو كنت بدات من 1/8 ياه، وده انك تندم على القديم وتنسى الجديد. لا انا عايز انسان ما يفكرش في القديم، انا عايز انسان بس هو دبابه بيشتغل في الجديد. ما عندناش بقى وقت للندب خالص. ولو هقول لك نصيحتين عمليتين تطبقهم في المذاكره واحنا كده كده ماشيين مع بعض وقدام هننصحك بنصايح تانيه عشان تطور من مستواك، اهم نصيحه فيهم انك تعرف توفر وقت. تليفونك اللي انت قاعد عليه طول النهار وتشيت وتمسك الفيسبوك وانت مش حاسس ده ترغيد خالص، تلغي السوشيال ميديا نهائيا. وتاني نصيحه كبدايه اعمل تو دو ليست، يعني اعمل جدول كده، والله انا هذاكر عربي النهارده، هذاكر الفصل الفلاني في العربي، هذاكر النهارده في الكيمياء، والله هاخد الفصل الاولاني من العضويه. وخلي بالك انت عندك ميزه مهمه جدا جدا على بدأ من أول سنة، إنك دماغ لسه بيضة، يعني دماغك لسه مستوعبة إنها تاخد معلومات، يعني أنت المفروض استيعابك يبقى أكتر من المذاكر من أول السنة. ما تقوليش أصل هو أدام مذاكر من أول السنة فهو متعود على المذاكرة فيبقى أقوى مني، لأ، أنت عندك فرصة أكبر منه، وكمان أنت ما ذاكرتش فما عندكش تعب نفسي ولا إرهاق ولا بيرن أوت ولا حاجة. بس تخيل أنت ربنا هيساويني بالبدأ من أول السنة. بص يا شباب، إحنا عقيدتنا إن لو في واحد طول عمره عاصي وجي قبل ما يموت بدقايق تاب لربنا بيخش الجنة، فما بالك بيك أنت بقى؟ فاضل لك فرصة كبيرة، فاضل لك حوالي شهر ونص على ليالي الامتحان، فاضل لك شهر ونص على ال 85%. وأنت لو بتتابع السباقات والماراثون هتعرف إن في واحد بيبقى في الصفوف الأخيرة بيبقى الأول عن طريق إن بتزيد سرعته، السرعة بتاعته بتزيد في آخر فترة. فأنت اعمل زيه وخليك ذكي وخليك ناصح، ما تقولش أصلا هأجل، هتأجل عشان أنت مش عارف تواجه وتيجي السنة الجاية هتبقى أوحش من السنة دي، ده أكيد. وفي الآخر يا شباب يا رب أشوفكم كلكم محققين أحلامكم، ولو عندك أي استفسار أو أي سؤال اكتبه في التعليقات ما تحرقش خالص، وشعارنا هو هنوصل، يعني هنوصل، أصل إحنا ما عندناش حل غير كده. يلا يا شباب مع السلامة وأشوفكم في فيديو جديد.